بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل ونستعين. الانطلاقات تتواصل وتتجدد بهذا المساء بتحديات ومنافسات. سن اللقايا من مسافة 5 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة بتحديات ومنافسات سباق المحلي السابع. نذهب نحو البداية، نحو المركز الأول لنتعرف مع البداية ومع الصدارة لنجد الحذرة. علي بن الصغير بن حمد بن راشد العويسي من يتقدم مع الحذرة. المركز الثاني أجد القدوم من السبعة، ناصر بن محمد بن ناصر اللخن من يتقدم مع السبعة. المركز الثالث لنجد الشعار القادم مع المستوى الثالث، لنجد القدوم من الذيبة، راشد بن مبارك بن حمد الشهواني من يتقدم مع الذيبة. المركز الرابع نجد الشعار الواصل والحاضر مع المستوى الرابع، لنجد الدخول والقدوم من الواصل مزون، حمد بن سالم بن علي بن حمد اللنقح من يتقدم مع مزون. المركز الخامس الشعار القادم والواصل، شعار مختار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. هكذا هو النداء للمراكز الخمسة المتقدمة. عودتنا نحو البداية، نحو الصدارة، نحو المركز الأول لمن يتقدم ويحضر مع البداية. الحذرة مع البداية مع المركز الأول، علي بن الصغير بن حمد بن راشد العويسي من يتقدم ويحضر مع الحذرة. ولكن السبعة مع المستوى الثاني، ناصر بن محمد بن ناصر اللخن من يتقدم مع السبعة. المركز الثالث الذيبة مع المستوى الثالث، راشد بن مبارك بن حمد الشهواني من يتقدم مع الذيبة. المركز الرابع شعار هنالك مختارة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يتقدم مع مختارة، يبحث عن نقطة أخرى بهذا المساء. المركز الخامس وصلت شقرة صقر بن راشد بن صقر المريخي من يتقدم مع شقرة. يا سلام يا سلام، هكذا هو النداء للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى شعار العويسي من يتقدم مع الحذرة ويحكم القبضة مع المركز الأول، علي بن الصغير بن حمد بن راشد العويسي من يحضر مع البداية مع المركز الأول. ولكن السبعة قادمة والذيبة قادمة، الشعارات قادمة لمن الفوز والانتصار بهذا المساء. ولكن الحذرة مع البداية، الحذرة مع المقدمة. يا سلام، علي بن الصغير بن حمد بن راشد العويسي والسبعة بالمستوى الثاني، السبعة ناصر بن محمد بن ناصر اللخن من يتقدم مع السبعة. الذيبة بالمستوى الثالث، راشد بن مبارك بن حمد الشهواني من يتقدم مع الذيبة. مروحة بالمركز الرابع، شعار منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين وشقرة قادمة. أيضا الدخول من قبل شعار الزعبي. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة. الحذرة مع الصدارة، علي بن صغير بن حمد بن راشد العويسي من يقود الأسماء وينطلق مع البداية. يا سلام، أرى الهجوم من قبل الذيبة، راشد بن مبارك بن حمد بن راشد الشهواني من يتقدم ويحضر مع الذيبة. وصلت مختارة مع المستوى الثالث، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، شعار صايد الرموز. وصلت أيضا مع المستوى الرابع دلائل شعار الزعبي من يحضر مع دلائل، حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يتقدم، شعار مخوف. والمركز الخامس شقرة، هنالك صقر بن راشد بن صقر المريخي. نعود نحو البداية، نعود نحو المقدمة، إلى الحذرة، إلى أبناء السلطنة من يتقدمون مع البداية مع المركز الأول، علي بن الصغير بن حمد بن راشد العويسي من يتقدم الأسماء حتى هذه اللحظة.
العصابات، ولكن شعار الشهواني مع الذيبة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني القادم والواصل. وصل الدلائل الزعبي، وصل الدلائل الزعبي، مرحبا وإعداد رمل الصحاري، مرحبا بالذلول اللي طويل نسمها مالها بالغلا بين المطايا مباري، لو غلماتها ما هو يغطي سهمها. هذه دلائل الزعبي، أم الإنجازات أم العوايد من تحضر بهذا المساء. يا سلام لمن الفوز والانتصار نحو البداية، دلائل مع البداية. وصلت شقرة، وصلت شقرة، صقر بن راشد بن صقر المريخي، والحذرة انطلقت، الحذرة اندفعت، علي بن صغير بن حمد بن راشد العويسي، الحذرة ودلائل، دلائل والحذرة. يا سلام الحذرة مع البداية، الحذرة مع المقدمة، مع الفوز والانتصار، دلائل بالمستوى الثاني، الزعبي قادم، الزعبي القادم، ولكن الحذرة مع المقدمة، دلائل والحذرة، الحذرة ودلائل، ولكن الحذرة مع البداية، الحذرة مع المقدمة، ودلائل الزعبي قادمة، لمن الفوز، لمن الانتصار، الحذرة ودلائل، دلائل والحذرة، لمن الفوز، لمن الانتصار، دلائل، دلائل من تتقدم حتى هذه اللحظات، روحي مخوف روح، روحي مخوف روح، الحذرة واصلة، الحذرة واصلة، ولكن دلائل راحت، دلائل راحت. حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يفوز وينتصر؟ المركز الثاني، وصلت وحضرت الحذرة، علي بن صغير بن حمد بن راشد العويسي. المركز الثالث، وصلت وحضرت بالتهنئة والناموس إلى مالك دلائل حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي، من فاز وانتصر مع دلائل ليعلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس إلى مخوف علي بن عبد الله بن راشد الزعبي، من فاز وانتصر مع دلائل ليعلن الفوز والانتصار. التوقيت الزمني، لحظات وصول دقائق للدلائل، نعم بالفعل 7:51، 97 جزءا من الثانية. المركز الثاني، وصلت وحضرت الحذرة، علي بن الصغير بن حمد بن راشد العويسي، 7:52، 57 جزءا من الثانية. المركز الثالث، وصلت وحضرت منصورة نعم فيصل بن راشد بن عبد الله السحواتي المنصوري، من يتقدم مع منصورة بالمستوى الثالث، 7:53، 39 جزءا من الثانية. المركز الرابع، وصلت وحضرت شقرة صقر بن راشد بن صقر المريخي. والمركز الخامس، حضرت مختارة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخياري.